نورما؟ ايه مو انت اختي اللي بتعرفي كل اسراري؟ ايه بدي احكي لك سر. انت عشقان سالي ومالك عرفان كيف تتصرف معه. يخرب بيتك شو عرفك؟ ايام كنتوا تقعدوا تحت الدرج على تستحق حدا يسمعك كنت تشوفينا؟ لكان ليك المهم انت لازم تتاكد من هي المشاعر اذا كانت مشاعر حب صادقه ولا كانت مشاعر مراهقه عابره. مراهقه عابره؟ ايه طيب كيف بدي اتاكد؟ انت لما بتشوفها لسالي شو بتحس؟ هلا انا اول ما اشوفها بحس انه هيك قلبي كرنش وهبط هيك لتحت وصار يدق بسرعه وبحس حالي فرحان وقوي وقادر اخترع اكبر اختراع بالعالم. اخي بحب اشرك انت عشقها. يس عن جد يعني. طيب شوفي لي شي كتاب او ديوان للماغوط هي بتحبه. مالك غير نزار قباني وكاظم الساهر لانه هو مغني كتير قصائد لنزار. مظبوط في هي تبع زيديني غرقا يا سيدتي تا 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 ان البحر يناديني. اسكت يا سام تعي بهاللحظه شو حاسه. شو حاسه؟ مشتاقه لطلولتي. بتعرفي بهاللحظه شو حسيت؟ انه راح كل شيء حاسس فيه قبل. خلاص ولا شوف رح دور لك على كتاب النزار رح اكون احسن منك. طيب تعال دور معي. شوف انت فوق انا شوف تحت. قدي طلع عمو؟ 15 بابا. واحد طلعيني شكله يعني ما بتحسيهم لا طبيعيين الا وقت القبض. بابا في الموضوع اللي حكينا فيه جوا بعدين بعدين انت بتقلي شو الكتب انا بجيب لك اياها خلص. طيب ما تخاف. انت تشكيلي على ذوقك ما في مشكله. ايه على عيني على عيني. ايه والله انت صايره بتنق كثير خليهم يتهنوا. من وين اجتنا هالسالي هيك؟ لك انا كنت مبسوط وجيتها بالاول بس باينتها بدها تخوزقني على يد اولادك. ليش شبه سالي بابا ما في منا؟ اول شيء مدحت اختراعاته ليزن فهذا بيأكد انه بده يكمل على اغراض البيت كلها، بده يفجرها. ثاني شيء وهذا الاهم، منين طلعت لنا بالشوبينج هيك؟ 50,000 يا جماعه مو مزحه. وثالث شيء هي ممثله. ممثل، انا اللي بعرف الممثلات، العمك. هي بكره متعوده على الحمراء وما بعرف لوين على جوني. لك شو هالبعزقه هي انا شو دخلني؟ لك شو دخلني؟ ولا يهمك عمو، ليش البعزقه؟ انا رح دل على كم محل بالي غير شكل. شو بالي ما بالي؟ قلنا لك هي ممثلة وبتفهم بالموضة بدك تبهدلنا انت. لك انت ليش لا لا بابا ما رح يبهدلنا بنوم. حتى لو بهدلنا انا مبسوط ومبسوط اكثر انك رايح معهم. انا بعرفك وعجبتني الفكرة هي عرفت؟ لانه انت ما بتحب الشغلات الغالية، انت بتحب الشغلات الرخيصة وايدك ماسكة هيك وما بتحب البهنكة. على راسي عمو. ها يلا اجيت امشي. لك شد حيلك عيب. ماشي بابا ماشي. يلا اطلعوا. يلا باي. مع السلامة. الله معكم. نورما نورما نورما. لك عم بقول لها نورما وينك؟ بدك تشوفيني سالي انت مسافره، ايمتى بتخلص اجازتها؟ ليش بابا؟ لشو ليش؟ حتى نعرف قديش معنا وقت قبل ما يجن اخوك. ما شفتي لما رن الجرس؟ اجت بابا تلبسيها؟ لا وبده يشتري له كتب الماغوط وكتب نزار قباني. وحشي بابا. الذكريات القديمة صعب تنبسط. هاي سالي. هاي شو جاهزين؟ جاهزين. أنا كتير موسوس بالموضة أكيد أكيد رح يعجبك ذوقي. بعرفك مزوق. يلا يلا مشوا. يلا امشوا امشوا. يلا دقيقة شوي. شبك يا زان ليش هيك مسطل؟ شو مسطل؟ شفتك كيف قالت لي بعرفك مزوق؟ قالت لك مزوق؟ إن شاء الله ألف مبروك. إمتى الحفلة؟ حفلة شو؟ حفلة الخطبة. إذا قالت لك مزوق رح تحدد موعد الخطبة. شلون إذا قالت لك أنت كتير حلو؟ ايه بتجيب اواعي البيبي؟ تضرب ما اسالك تفضل. ساعة يلا.